وبصفاقس سجلت إجراءات تسجيل ناخبي الجهة بعض صعوبات تسعى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تداركها. في صفاقس انطلقت عملية تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة بشيء من الصعوبات. إضراب بعض البلديات اللي رفضت تفتح الباب للناخبين. فما المشكل الثاني على الأول في البداية كان شويه فما صعوبات بالنسبه للريزو وبالنسبه للمشاكل التقنيه بحته اللي قاعدين الهيئه المركزيه من تونس قاعدين سايه في تفاديها، وفما برشا مشاكل وقعت تجاوزها. الترسيم بالهاتف النقال ماشي وان شاء الله على احسن ما يرام. باش نركزوا على الاسواق الاسبوعيه، باش نركزوا على المعاهد الثانويه، باش نركزوا على الفضاءات التجاريه الكبرى، باش على محطات النقل البري، على مطار صفاقس الدولي، على محطه القطارات. مراكز قرى مغلقه بسبب اضراب يشنه اعوان البلديات، واخرى اتخذت من بعض المعهد والفضاءات التجاريه مكانا لها. طلع اسمي ديجا معناتها انسكري معناتها، وان شاء الله الانتخابات تدور في احسن اوقات، فهمت؟ هذا كل مصلحه البلاد. مازال الاقبال ماهوش معناتها برشا، ممكن العباد مازالوا تو ما سمعوا. اقبال بدا محتشما في اول ايام التسجيل للانتخابات القادمه، انتخابات على المجتمع المدني ان يلعب فيها دورا من خلال التوعيه باهميه المشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي. انطلاقا من الاسبوع المقبل باش نقوموا بحمله للتعريف اولا باهميه الانتخابات، التعريف وتحسيس المواطن باهميه الانتخابات، لانها ستكون انتخابات اساسيه مستقبليه للشعب التونسي، ولتدارك ايضا العديد من الاخطاء اللي وقعنا فيها في الانتخابات الفارطه. عمليه تسجيل الانتخابات القادمه في صفاقس بهيئتيها الفرعيه تجند لها حوالي 325 عونا، في معتصم أمام مقري الهيئتين أعوان عملوا في انتخابات سنة 11 و 2000. احنا أعوان خدمنا وتعبنا في 2011، مرانا إلا احنا جروحنا مقاسينا من الخدمة في كأعوان تسجيل. وتعتبر الانتخابات القادمة أهم اختبار للديمقراطية حديثة العهد في تونس.